السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام لهذا الدرس الجديد الذي سأتناول فيه تزاوجات الكناري. فقبل أن أتكلم عن درس تزاوج الكناري، اللهم صل على سيدنا محمد، حتى نحصل على ألوان جميلة، راح نحكي اليوم بدرس مهم جدا هو التزاوج القاتل، تزاوجات الكناري القاتلة. يعني لازم تتزوج، لازم عفوا تتجنب هذا التزاوج لحتى ما تحصل على طيور معاقة أو طيور مريضة أو طيور ميتة. فأول ما بدي أبلش معاكم بهذا الدرس، بدي أبلش بدرس أو بنوع محين هو طيور اللون، لون عيونها بتجي حمر، ونحن بنقلها طيور الكناري الطفرة. في عنا الفايو، في عنا الساتانة، في عنا الألبينو، في عنا اللهم صل على سيدنا محمد، طيور متنوعة ومشكلة من هذه الأنواع التي تأتي بطفرة عيون حمراء. أخوتي الكرام، هذا التزاوج. قبل ما نبلش بالدرس، أتمنى منك أخي المتابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، ومن ثم أتمنى من أخوتي المشتركين في هذه القناة القدامى مشاركة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع بالدرجة الأولى. على بركة الله رح نبلش. أخوة الكرام، فلنفترض أنه عندنا نحن ذكر ساتاني عيونه حمر، منجيب له إنتاج مزايق لون عيونه سود، ما منزوج أحمر لأحمر، عيون حمر لعيون حمر. أخوة الكرام، هذا التزاوج تزاوج قاتل، والناتج منه من خلال تجربتي، الناتج منه أخوة الكرام أما فراخ ميتة داخل البيضة، إما فراخ عمياء، تمام، إما فراخ ما بتكفي عمر 11 يوم بتموت، لأن تجد مناعتها قليلة وضعيفة. فلذلك أمر أخوة الكرام راح نحكي عن تزاوجات العيون الحمراء بشكل مفصل، بشكل مختصر، مشان ما يطول الفيديو مثل تزاوجات الأبيض، وسويناه نص ساعة تقريبا. فلذلك أمر راح نبلش بشكل مختصر. فنفر عندنا كنار فايو عيون حمراء، راح نستعين بالصور. فايو عيون حمراء من زوجه لهذا النوع، تمام. هاي الانتاج المناسبة والمفضلة لتزاوج الفايو عيون الحمراء. فينا زوجة تبرادو البنة اللي بيحمل طفرة الفايو الأساسية. الساتاني مثلا نفترض عندنا ذكر ساتاني عيون حمراء من زوجه لإنتاج موزايك أو لإنتاج صفرة تحمل طفرة الساتاني ولكن بعيون سوداء، تمام؟ ما منزوجه لإنتاج من نوع الساتاني عيون حمراء. الناتج بالأعشاش أخوة الكرام، إن كان من هذا النوع وإن كان من الساتاني، راح نحصل على زوج، راح نحصل على 25% داخل العش، 25% داخل العش ساتاني عيون حمراء، و 25% من الأنثى اللي زوجناها للذكر. فلنفترض زوجنا هذا الفايو، راح نحصل على إنتاج 25% من هذا النوع، وراح نحصل على 50% من أنواع حاملة للطفرة، تمام؟ حامل للطفرة، نحسن نرجع نحن نزوجهم مرة ثانية وناخذ منهم عيون حمراء، تمام؟ هاي النقطة انتهينا منها. فلنفترض عندنا ذكر ألبينو مثلا، فلنفترض عندنا ذكر ألبينو عيون حمراء من زوجه لإنتاج لاتينو أبيض من زوجه لإنتاج بيضاء بعيون سوداء، تمام؟ بصير عندنا كذلك الأمر قسمي في العش 25-25-50 حامل للطفرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ننتقل للساتاني. الساتاني إخوة الكرام، فينا نزوج ذكر ساتاني عيون حمراء لأنثى مثل هاي صفراء وحامل لطفرة الساتاني ومرسمة برسمة الساتاني، فأيضا نحصل على بجوز نحصل القسمة أيام البطن الساتاني، وبتلعب عامل كبير هو اللهم صل على سيدنا محمد الطفرة الأقوى. إذا كان الذكر هو حامل الطفرة الأقوى أو كانت الأنثى حامل الطفرة الأقوى، فأيام نقسم العش 75%، أيام نقسم العش 75%، وأيام نقسم العش 25-25-50. فهذا يرجع أكثر شيء للي حامل الطفرة أكثر، أو للي جيناته أقوى بيغلب عليه اللون وبيغلب عليه الشيء المميز. فذلك الأمر أخوة الكرام، ذكر جاهز قوي نزوجه لإنتاج جاهز، فبإذن الله راح نحصل على تزاوج جيد بإذن الله تعالى. هاي خلصنا من الساتاني والألبينو واللاتينو. مثل ما حكينا أخوة الكرام، لا زوجه لبعض،
لا تزوجوا لبعض، ذكر فايو ما عن تايت فايو راح يجيك عقيم، زواج عقيم او زواج مضر او زواج قاتل، ساتالي مع ساتاني ايضا زواج قاتل، البينو مع البينو ايضا زواج قاتل، لاتينو مع لاتينو ايضا زواج قاتل. اي جوز بتشوف الجوز اثنين لون عيونه حمر لا انصح بتزويجه لبعض، لانه هذا التزاوج عباره عن تزاوج خاطئ او قاتل. ننتقل للنوع الثاني من التزاوجات، تزاوجات الاقارب او تزاوجات اللي بتكون من نفس العش. فلذلك الامر رح ننتبه للملاحظه هاي، بتمنى انكم كلكم تطبقوها اخواتي الكرام. طيب عندي انا هذا الزوج، تمام هذا الزوج الانتاج تبعه هلق عم بتلم العش، عندنا هذا ابنه تمام ذكر جاهز، وعندي هدول اناتي تنتين من عش ثاني، يعني ذكر من هدول من عش ثاني تمام. يعني هلق عندي انا هون ثلاث اجيال، جيل 2 3 انتاجين مختلفين من كل جيل، يعني مو نفس العش، كل وحده مختلفه من عش. فانا اخوتي الكرام لما بدي ازوج هيك، يعني هذا الذكر من العش الاول بزوجه لانتاي من العش الثاني تمام، بزوج الذكر الاول من انتاي من العش الثاني، هاي اذا بتزوج اخوي تمام. ذكر من عش ثاني او انتاي من عش، ذكر من عش الاول انتاي من العش الثاني، ما في مشكله، هذا التزاوج تزاوج صحيح. ذكر من عش ثالث ايضا تزاوج صحيح. اما اذا بتزوج انا ذكر من نفس العش مع انثى، فهذا التزاوج ايضا قاتل وممكن ان يسبب لي مشاكل في الانتاج تمام. خلصنا من هذا التزاوج، تزاوج الاخوي دبحتوا عليه اخوتي الكرام، ما بصير نزوج ذكر مع انثى من نفس العش، من غير عش ما في مشكله، اما من نفس العش فنحن رح نوقع باغلاط ومشاكل، ومنها موت الفرخ داخل البيضه، ومنها موت الفرخ بعد الانتاج، ومنها ايضا اللهم صل على سيدنا خروج افراخ معاقه. الامر الاخر اخوة الكرام، هلا في علامة رح تقول لي والله انا زوجت من نفس العش وما طلع عندي هاي المشكله، اخي هاي حاله نادره، وبالنادر ما يحصل هذا التزاوج وما بصير عندنا مشاكل، ولكن في افراخ الافراخ رح يصير عندك مشاكل 100%، بالابناء رح يصير عندك مشاكل 100% بابناء الابناء. هلا ننتقل للتزاوج الثاني الخاطئ او القاتل، هو تزاوج ذكر مقنبر مع انثى مقنبره، مقنبر او متوج او شوشي، يعني حسب التسميات بالبلدان العربيه، الذي يحمل تاج على راسه. اذا زوجنا ذكر مع انثى من هذا التزاوج اخوتي الكرام، ايضا راح نحصل على فراخ فيها مشاكل، وهي المشاكل الاكزيما او الصلع، وهذه الاكزيما والصلع يصيب اغلب الاحيان الفراخ الناتجه عن تزاوج متوج مع متوج. يعني ما بصير نحن نزوج ذكر متوج مع انثى متوج، لازم تكون عندنا الذكر اقرع والانثى متوجه على سبيل المثال، او العكس والعكس صحيح. فاخوتي الكرام انا بنصح كل مربي، اذا عم تربي انت ازواج داخل اقفاص، يعني مثل ذكر وانثى، ما انك عم تزوج مثلا ذكر لانثيتين، فانت اخي الكريم بنصحك نصيحه، بتخلي الانثى متوجه والذكر بيكون اقرع تمام. ليش الانثى متوجه؟ لانه اغلب الاحيان مثل ما حكينا بالعلم الوراثي، اغلب الاحيان بيجي الانتاج للانثى، كسرة الانتاج او كسرة الفراخ داخل العش تجي للانثى، فاصبط شيء بيكون الذكر اقرع والانثى متوجه. اما اذا كنت انت عم بتزوج كان اخوتي الكرام هذا الذكر ما نتزوجه لانتايتين تمام، لما بكون في عنا ذكر تزوجه مع انثتين يجب ان يكون الذكر هو المتوج والانات التنتين قرع. ليش يا ابو النصر؟ مشان نحصل على كل من كل انثى على طيور او فراخ لها تاج تمام، او لها شوشي او لها ام قنبره، فالذكر بيكون متوج والانتايتين بيكونوا قرع. بعكس لما بيكونوا بقفص واحد او بيكون زوج زوج انا عم بزوج، فيجب ان تكون الانثى هي المتوجه والذكر هو الاقرع، لانه بحصل انا هيك بهالحاله هي على نسبه فراخ اكثر صاحب التاج تمام. للمعلومه وللاضافه ليش انا اخترت هيك، لانه الذكر المتوج بيجي او النوع المتوج من طيور بيجي اغلى من الاقرع تمام، بيجي اغلى. فانا مشان اختصر شوي بالمصاري بعمل هاي الطريقه اخوه الكرام، بخلي الذكر هو المتوج والتايتين قرع، وهون لما بيكون عندنا تزاوج انا داخل قفص بخلي الانتين متوجي والذكر اقرع. ننتقل لمرحله ثانيه او لشغله ثانيه اخوه الكرام، هي نصيحه انا بقدمها كل مربي، وانا بعتبرها ايضا من التزاوجات الخاطئه او تزاوجات القاتله عند الطيور. اخوه الكرام لما انت بدك تزوج اللهم صل على سيدنا محمد، ذكر لانثى او ذكر لانثيتين او ذكر لثلاث اناث تمام، عليك بخطوات تتبعها لحتى ما توقع بمشاكل. شو هي الخطوات؟ اول شغله ما بدخل الذكر على الانثى لتكتمل من بناء العش،
مثل ما كنا ملاحظين انتهى منتهي من بناء العش الطابي في العش دخلنا على اليد ذكر تمام. الانتاي عم تلف ما بدخل عليه الذكر. هلا في الانتاي عندنا صار زيت خيطان خلف السلم ما بدخل عليه الذكر. اذا ما شفت الانتاي انتهت من بناء العش وشفتها طبت في العش ما بدخل عليه الذكر. ليش يا ابو النصر؟ انا بقول ليش ما بدخل الذكر على الانثى لتكمل من بناء العش؟ لانه اول شغله لما بدخل الذكر على الانثى بضمن انا كل التكبيس يطلع مليان وكل البيض مليان. ليش؟ لانه لما انا بدخله على الانثى قدام ما تخلص من بناء العش راح تواجه مشاكل. من هاي المشاكل لما بكون الذكر في قمه الجهوزيه شجار داخل القفص، لان دائما جاهز والذكر جاهز بقمه الجهوزيه راح نشوف شجار داخل القفص لانه انت ما عطيت الذكر تكبيس. تمام، هاي اول نقطه. ثاني نقطة، بجوز تكون الانتاي ضعيفة وما خرج قاومة الذكر تعطيه تكبيس، فالذكر مرة راح يبلش تكبيس في الانسان باليوم 4-5-6-7 مرات. هاي كلياتها أخوة الكرام قدام بيض الانثى، هاي كلياتها بوش، هاي كلياتها أخوة الكرام غير منتجي، يعني هاي كلياتها للكب. فأنا لما بدخل الذكر على قبل بناء الانثى قبل بعد انتهاء الانثى من بناء العش بيوم او يومين راح احصل على بيض جميع ملقح، لانه كل التكبيسات اللي راح يكبسها الذكر راح تكون بمحلها، راح تكون لا رايحه على عرموس البيض، مو رايحه على التشوب او رايحه على الوسخ او رايحه طالعه مع الوسخ. فهمتوا علي اخوه الكرام؟ لان الانثى اخوه الكرام لما بتبلش انت بعمليه التلقيح راح تاخذ من الحيوانات الملويه وتلقح العرموس. طيب هذا العرموس لسه مو جاهز، هذا العرموس لسه مو جاهز، النطاف وين تروح؟ بدها تروح كلياتها على الكب على الارض. تمام، فنحن مشان نستغل هذا الموضوع ونريح الذكر ويكون الذكر بيضل بصحته وعافيته ما بدخله على الانتاي او على الانثى حتى تكمل بناء العش بشكل جيد. بهذا الوقت اخوتي الكرام دخل الذكر عليها وبضمن انه كل التكبيس يطلع مليان، وبضمن انه الذكر يضل مرتاح. ولما الذكر هذا بيضل مرتاح بشيله بحطه بقفص ثاني لحتى بعد ما تخلص الانتاي من انتهاء وضع عمليه وضع البيض بشيله بجهزه الانتاي ثاني. تمام، انا بالنسبه لي بجهزه الانتاي ثاني. لهذا القدر بكون انتهيت بهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، بتمنى منكم اخوتي الكرام متابعين لهذه القناه الضغط على زر اللايك والتعليق المناسب لهذه القناه، واذا كنت متابع لهذه القناه لاول مره الاشتراك في القناه ودعمنا بزر اللايك حتى نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله.